1-0 انكم هترجعوا ولا؟ لا لا والله العظيم، يعني اول ما دخلنا الاوضه واحنا اتكلمنا مع بعضنا، وكابتن محمد شاوي دخل اتكلم معانا، وكابتن احمد عبد الظاهر، واحنا اتكلمنا مع بعضنا ولا شك 1%، كنا متاكدين ان احنا هنرجع وهنكسب يعني. وعلي ووائل كمان لما نزلوا فوقوا الفرقه يعني، انت عارف التبديلات المفروض لما بتنزل بتفوق الفرقه، هم فعلا نزلوا عملوا اللي عليهم اكتر كمان، فوقونا في الملعب. لا ما كانش عندنا شك 1% ان احنا ممكن الماتش يروح مننا ولا كلام من ده، وكنا عارفين هنرجع وهنكسب. احنا دايما يعني الحمد لله، انتوا كل الماتشات اللي زعلنا كلنا كده مكسب الحمد لله، كسبنا حلو كلنا. فالماتشات دي يعني معنى الكلام ده اللي هي بتدينا حافز وبتدينا اصرار ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا يعني. بقالك 6 سنين في الاهلي، قول لي المدربين اللي مروا عليك مين يا سمير؟ يعني في نادي الاهلي انا اول لما رحت زي ما قلت لحضرتك كابتن عادل مصطفى. كابتن عادل مصطفى ده يعني ليه عليا فضل بعد ربنا كبير، لانه كان هو ماسك الفرقه، وبعد كده سافر الوحده مع كابتن احمد حسام ميدو، فضل عمال يتكلم اللي هو يكلم كابتن محمد فضل اللي كان ساعتها مدير التعاقدات. فضل يكلم كابتن محمد فضل، وبعد كده كابتن محمد فضل مشي، جه كابتن امير توفيق، فضل برضه عشان كان مصمم وعارف امكانيات واثق فيا، ففضل. فكابتن عادل مصطفى ده ليه فضل عليا بعد ربنا كبير. كابتن اشرف ابو زيد برضه مرنت معاه. كابتن محمد شرف بقى ده يعني ليه نقطه تحول معايا، لان انا جالي صليبي اول لما رحت النادي الاهلي، السنه اللي بعدها على طول جالي رباط صليبي، فقعدت سنه. فانت عارف يا كابتن لما بترجع من رباط صليبي بتبقى طبعًا محتاج محتاج حد بتبقى محتاج حد يعني يبقى واقف جنبك وواثق فيك. فكابتن محمد شرف كان على طول الموسم ده على طول بيتكلم معايا، وعلى طول يعني اللي هو من كتر ما هو كان واثق فيا انا كنت بطلع كل حاجه عندي اللي هو لنفسي، واللي هو يعني عشان هو واثق فيا الثقه دي كان نفسي ان انا اعمل معاه. الحمد لله الموسم ده قضيت معاه موسم كويس قوي، كنت من هدافين الفرقه انا ورأفت خليل وميدو نبيل. كويس. فكابتن محمد شرف ليه فضل عليا كده. دلوقتي كابتن احمد عبد الظاهر عارف يتعامل معايا وعارف يطلع احسن ما عندي. فكابتن احمد جلال طبعا المساعد برده معاه، الناس دول يعني ليهم فضل عليا بعد ربنا كبير يعني. محمد وائل ما شاء الله 12 سنة في النادي الأهلي، أكيد مر عليك مدربين كتير كتير طبعا.